احسن حاجه خديت من ليدل هو هاد البلوصه البنات، اقسم بالله كديريه في الصباح البنات كيبقى لك النهار كامل، فلوس وحلال. الا لقيتو اختي في ليدل غير خوضو. اول مره كيجيب لكم ليدل واحد لاقام خطيره يا البنات اللي ترطيب الشعر. شوفوا يا البنات جايب لكم الماسك ديال بونتين ديال الكيراتين الاخوات، ديال الكيراتين اللي ترطيب الشعر. جايب لكم اختي الزيت، الزيت ديال الشعر كديريها للشعر ديالك. جايب لكم اختي شامبوان وابخي شامبوان بواحد الثمن اللي خيالي يا الاخوات. ها واحد الريحه غزاله يا البنات، هذا جيل ديال التدوشه البنات باش كندوشوا فيغان البنات، وفي جوج ديال الموديلات. الريحه ديال اللي فخوي ديري له غير انوغو يا البنات، انوغو احسن ريحه كتحمقني يا البنات. هنايا في ليدل كنبغي ديما نبارطاجيها معكم ما كنلقاهاش هي البنات، هي هاد روسه عرفتي فيها واحد الريحه ديال الورد خطيره يا البنات. سريعوا راه حطها لكم ما شاء الله، بكون جيتي كثير اختي اليوم في ليدل. احسن حاجه جربتي الا بغيتي تفكر القهيوه ديال ميمتك، القهيوه ديال جداتك، القهيوه المعطره عرفتو يا البنات، كتعطي الريحه ديالها من الزنقه يا البنات، شي حاجه واعره. هذه اختي راه متكونه من القرفه، من سكينجبير، من الكوزه ومن القرنفل البنات. هذه اختي الا بغيتي تعطري القهوه ديالك وكتجيك اختي بحال القهوه ديال البلاد. اول مره يا البنات كنلقى هذا الصاك هذا ديال الفريت البنات فيه 3 كيلونس، 3 كيلونس. ديري اختي في الفخيتوز، ديري في الفران، ديري فين ما درتيها البنات، زوينه اختي الفريت مقاد مقاد 3 كيلو اونص. قلت لك واحد لاقام اللي غتقدري تعطيها كادو بتحمير الوجه يا البنات، هدايا البلاد. شوفي لي اختي كاين كوماج، كاين اختي ماسك ديال الوجه، هذا باش كتنقي اختي الوجه ديالك، هذا جيل دوش وهذا كريم ديال ليما، طبيعي 100% كلهم غيبقاو لك ب 8.76 تعطيهم اختي كادو بتحمير الوجه. هاد الرخي البنات في ليدل، شوفوا لي البيجامات اليوم اختي ديال ديزني لقيتهم غير ب 3 اورو يا البنات، 48 سنتيم، 3 اورو 48. عجبني الشكل ديالهم يا البنات، هاد الكاسرونات وهاد الكاسرونات وهاد المقيلات اختي اللي جايبين لكم في ليدل البنات. باش عجبتني هادي ديري فيها بيشاميل، صوص طوماط، سلقي فيها البيض، طيبي فيها اي حاجه يا البنات، وكتبقى اختي لا مارك ديال ارنستو. عرفتو رخا ولاد وخا يا البنات، شوفوا ليا شوفوا ليا هاد التريكويت كنبارطاجيتهم معكم ب 10 اورو يا البنات، عقبوا داروا ليهم غير جوج الاورو، واليوم اختي لقيتهم داير لهم 30% غير اورو 40 البنات، انورو 40. السلام عليكم البنات، كي دايرين لاباس عليكم؟ اش خباركم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بألف خير. ايوا اختي قولوا لي بالصحة. خصكم بشرى، بديت لكم هذه المقدمة اختي من الدخلة ديال الدار، قلت اختي نوري البنات الكساوة ديالي اللي جابت لي الأخت ديالي. البنات هذا هو الستيل ديالنا في الكساوي، كيحمقني يا البنات هذا الموديل، هذا كتجي كساوة خفيفة البنات، هذاك الجل الخفيف راه ماشي قاصح ولا يعني كساوة خفيفة هكا مع باسكيت، كنقولها لكم ديما البنات باسكيت بيضاء كتمشى مع جميع الكساوي. ايوا اختي تتقولوا وليا كي جاتني الكسيوه ديالي. بلا اختي ما ندخلوا لليد نتعرفوا اختي على لاغيفاج ديالنا الاخوات، بغيت نبارطاجي معكم الكلوس اللي كيجوني عليه بزاف ديال الاسئله الاخوات، كيقول لك بشرى عافاك اختي بارطاجي معنا الكلوس. اختي بشرى ها هو اختي، شفتوا النمره 15 البنات، ها هو شتي نتمنى يبان لكم مزيان النمره 15 اللي خديت، هو اللي دايره يا البنات، هو اللي دارته اللي دايره. بغيتي ديريه خفيف، بغيتي ديريه فونسي، يعني بغيتي ديريه خفيف كديري غير شويه، بغيتي ديريه فونسي كتكثري شي حاجه زوينه 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 يا البنات اللي كديريه اليوم في الصباح تسعود ديال الليل كيبقى فمك باقي كيف ما شتيه في الصباح، والله القسم البلاصي ما كيمشي. شي حاجه اللي انا تصدمت فيها وجايه كنجري اختي الليدل، كنتمنى يا ربي اختي نلقاه. والله البنات غادي ندخل ان شاء الله الا لقيتو اول حاجه غادي نديرها غادي ناخذها البنات، النمره 15 انا اللي واخده وراه كاين حتى واحد اللون اخر، الا لقيتي غادي الا لقيتو غادي ناخذه والله القسم الاخوات الا فلوس وحلال. نبداو على بركه الله اخواتي الجوله ديالنا بحال اللي دلات كاملين البنات على الدخله، كيحطوا لكم لا بروموسيون ديال الخضره. اول حاجه غنبدا بها على بركه الله اختي وهي بطاطا. بطاطا البنات راه كتجي فيها 2 كيلو ونص، راه رخيصه البنات، 2 كيلو ونص كتقام عليكم بجوج الاورو البنات، 2 كيلو ونص كتبقى لكم ب 2 اورو. حاطين لكم الاورونج الاخوات كتجي شاصيه هذه فيها 3 كيلو، دير لها 2 الاورو 98، يعني بحال كيبقى لكم ان غول كيلو البنات. حاطه لكم طوماط سوغيز، انا هذه كناخذها دائما يا البنات، كناخذ منها 3-4 عندي في الثلاجه كناكلها انا، كندير اكثر يا لوليداتي كيحماقوا عليها البنات. 99 سنتيم ديال المغربيه يا ماروك، شفتوا الاخوات 99 سنتيم فيها 250 غرام. حاطه لكم هاد التفاح هذا، هذا الاخوات راه دايروا له هذا طوماط سوغيز، ها هي اختي اورو 99 باردون بونجور، هذا البنات دايروا له اورو 99 هاد التفاح هذا
كيجيو فيه 6 ديال التفاحات قرو 99، ديري ليكم الكونكومبغ الاخوات، ها هو ديروا له 99 سنتيم لا بياس، 99 سنتيم لا بياس، راه كندير اورو 19. حاط لكم هاد التفاح هذا نصيبه، حاط لكم هاد التفاح هذا البنات، هذا راه فيه كيلو ونص هاد التفاح هذا، هذا الاخوات فيه كيلو ونص، دايروا له اورو 99. ما شاء الله كاين اخواتي بزاف ديال لي بروموسيون على الدخله. شوفوا يا البنات اشنو حاطه، حاطه لكم اختي الدلع، ها انتم يا البنات بلاتي نشوف. لا 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 هذه البنات، هذه طيبه زينه هذه، غنضحك معكم والله البنات ما كنفهم فيه. 99 ديال الاسبان، وشوفوا يا اختي البطيخ، الله يا ربي لحت بلادي، ما شاء الله يا البنات، واحد الريحه على مزوينه. دير لاختي جوج الاورو 99 لا بياس. لكم البنات البروكولي، انا راه خديت منه البروكولي، دير له 99 سنتيم، زوين هذا خصوصا للوليدات. حاط لكم البنات الفلفله، دير لها اورو 99، ولكن البنات واحد النصيحه نقولها لكم، بحال دابا هذه فيها 3 ديال لي بياس، دير لها اورو 99. بروموسيون راه غاليه البنات الفلفله هاد الايام. هذا الموديل هذا دير له لا هذا الموديل هذا دير له اختي 99 سنتيم فيه الجات. الا خديت الجات من هذا ناخذ ربعه بحال هكا، هي غادي تقام عليا بجوج الاورو، فهمتي يعني اورو 98، اورو 98 هادو اختي بربعه. اما الا خديت غير هادي بوحدها غتقام عليا باورو 99 وفيها غير ثلاثه، فهمتوا الاخوات؟ يعني غادي تاخذوا هادي غتقام عليكم ارخص الاخوات. حاطين لكم القرعه كورجيت الاخوات، دير لها اورو 99. حاطين لكم اختي القوق لابياس اختي بروموسيون 99 سنتيم. حاطين لكم اختي البودنجال، ما شاء الله يا الاخوات صغير وزوين. ها انتم يا البنات كيعجبني هذا التقدف بودنجال، ما كنحملش هذاك الكبير بزاف، كنشريه غير اختي لما لقيت ليه وين. ديروا له البنات ديروا له اورو 99، ها هي الاخوات اورو 99. مطيشه مازال الناس كيقلبوا على الثمن ديالها اختي، ما شاء الله حاطينها بكونتيتي كثيره، كتشهي كتعجبني هذه في لي سالاد البنات، في واحد الريحه بنينه بنينه ما شاء الله. شوفي اختي كل شيء كيحطوه لك جديد ونقي على الصباح، ما شاء الله خضره على مزوينات. ها هي الاخوات كتعجبني حتى هذه البصله هذه، كان كتعجبني البنات ناكلها خضره، هذه نديرها في لي سالاد والله البنات الا كنحمق عليها. اورو 29، نبارطاجي معكم البنات واحد الحاجه واعره 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 يا الاخوات، هي هاد لاكام هادي ديال بونتين. البنات اللي كاينه في ليدلات كلهم، ليدلات البنات كلهم، غير هي واحد المشكل فيها البنات جايبينها ليميت يا الاخوات. يعني غادي تاخذوا هاد الشيء اللي كاين هنايا جايبي لكم اختي ليدل، الا سالا ما غاديش تلقاوه، غادي تلقاوه في بلايص اخرين دير الثمن البنات. يعني هاد غتاخذي هاد هادو بربعه، عرفتي راه ما ثمن حتى واحد في بلاصه اخرى، في بلاصه اخرى، فهمتوني الاخوات؟ كنتمنى نشرح لكم مزيان. هاد لاكام اختي مصايبه من الكيراتين، ها هي اختي مصايبه من الكيراتين البنات، لا مارك ديال بونتين، لا مارك ديال بونتين، شي حاجه زوينه. اول حاجه غندير لكم بالزيت البنات، هذا اختي الزيت ديال الشعر لا مارك ديال بونتين. تقدري انت ما عندكش مع هذا الشيء كامل، خذي لي غير الزيت، ديري لهم البنات كلهم ثمن واحد. ها هي اختي شتيها 4 اورو 99، راه اختي بونتين 4 اورو 99. تقدري اختي تاخذي لي غير الزيت ديال الكيراتين البنات اللي ترطيب الشعر، الا الشعر ديالك مشحلف، الشعر ديالك باهت، الشعر ديالك ما فيهش اللمعه، خذي لي اختي هاد لاكام هادي، راه البنات لا مارك ديال بونتين وفي بلايص اخرين دايره الثمن. كاين هذا اختي شامبوان باش كتغسلي شعرك، كاين هذا اختي ابخي شامبوان، وكاين هذا الماسك، الماسك هذا ديال الشعر كديريه وكتخليه اختي في الشعر ديالك باش كيرطب لك الشعر ديالك، يعني قال لك كيقوي لك الشعر ثلاثة ديال بحال مضروب في ثلاثة البنات، شتو يعني بحال مضروب في ثلاثة، وكيرطب لك الشعر الأخوات. يعني خديتي الزيت، خديتي الماسك، خديتي أبخي شامبوان، كلهم ديري لهم أختي ثمن واحد. وإلا سالات قلت لكم البنات هذا الشيء اللي حاطين راه ما غاديش تلقاه الأخوات، بروفيتيو واحد لاكام اللي جابها لكم ليدل خطيرة يا الأخوات. بنات وجيت اختي كنجري البلاصه لي كلوص الاخوات، والله القسم الا لقيت الكلوص ديالي طار البنات، ما بقاش هذاك الغوز، لقيت غير هذا اللون هذا، غادي ناخذ منه وحده البنات، هذا اللون هو اللي بقى الاخوات. ولكن هذا ماشي دليل على انه ما بقاوش البنات في ليدل، قلبوا عليهم في ليدلات، فهمتوا؟ احسن كلوص اللي كنصحكم اختي تاخذوه ما كيمشيش البنات من الفم، غير هي غنصحكم واحد النصيحه البنات باش ما يمشيوش لكم فلوسكم البنات، لانه داخل في لابليكاسيون ناقص 34% هو الثمن ديالو 12 اورو، ولكن اختي غيبقى لكم ب 8 اورو اختي ياك، ولكن بلابليكاسيون ديال ليدل. انا حيت دوزته مره داك اللي خديت خاصني نشوف هذا قبل ما نخلص واش باقي غيدوز ليا بناقص 34%، ولا نشوف شي حد عنده لابليكاسيون يدوزو ليا، فهمتوا البنات؟ اتونسيون لا تخلصوه ب 12 اورو. المهم انا غادي نقول لكم شحال غادي نخلصوا الاخوات، غادي ناخذ واحد، وبغيت نبارطاجي معكم هاد الشيته هادي ديال الشفران اللي شي حاجه زوينه زوينه، دايره 4 اورو كيل، غتبقى لكم ب 3 اورو 49.
شيسه ديال الشفار غزاله يا البنات، مره كيجيبها لي دل ماشي ديما البنات. هادي خصي بلاستيك وكتكبر لك الشفار الاخوات سريعو، والله القسم البنات الا راه عرفتي كيطيروا ما شاء الله، وخصوصا هاد لي كلوس هادو اللي كننصحكم بهم البنات. البنات لقيتهم حاطين هاد الموس، هادي راه ديال الدوشه البنات، ديال الدوش باش كدوشي الاخوات. راه دايرين لها غير انه، ها نتوما البنات شفتوا، دايرين لها غير انه. كتجي هادي ديال اللي فخويا البنات، كتجي بحال واحد الاسبوما يعني، واحد بحال ديال الحصانه كديرها فشت وكدوشي بها الاخوات. زوينه زوينه، فيها الريحه ديال اللي فخوي. كاين هاد الموديل هذا وكاين البنات هاد الموديل هذا، عرفتوا راه دايرين لها غير انه يا الاخوات انه. تما البنات حاطين لي بارفان ما شاء الله، هادي عرفتي شحال هذا البنات، وانا كنجي نبغي نبارطاجيها معكم ما كنلقاهاش كطار. ها هي اختي لقيتها اليوم البنات، اللي باغي ياخذ ريحه ديال هاد الوقيته اختي ديال الورده البنات، فيها واحد الريحه ديال الورد غزاله غزاله كتحمقني. هادي وديال شالوا البنات اللي ما لقيتهاش، زوينه زوينه هادي اختي، فيها واحد الريحه الا كنتي دايراها ما يمكنش اختي الناس ما يسولوكش اش من الريحه دايره. ريحه الورد ديال البنات، وشوفي لي اختي الثمن ديالها 3 أورو 74. الريحه ديال الورده البنات، كاين هذا الموديل هذا كيعجبني، كاين شالوا الاخوات اللي ما لقيتوش، وكاين البنات هادي ديال لوفلي. هادي البنات راه ايميتاسيون ديال جادور، اللي عمرو خذا البنات الريحه ديال جادور، انا خديتها زوينه يا البنات، خديتها ب 40 دوغ الاخوات، فيها ريحه زوينه. هادي ايميتاسيون ديالها اختي غير ب 3 أورو 74 البنات. هاي اختي شو 3 أورو 74. بالنسبه للاخوات اللي بغاو كريمه ديال الطياب على حساب الوليدات، والله القسم البنات كناخذ هذه ديال البنات ديال ميكسا بيبي، زوينه زوينه ورخيصه، زوينه ورخيصه البنات. هاي راه ديري لها هنا غير 2 أورو 49. هذه اختي ديال الكريم ديال شانج، كديريها لبلاصه اللي كوش الوليدات البنات، شفتوا زوينه هذه بالتجريب. كاينين جوج ديال الموديلات الاخوات، كاينه هاد البيضه هذه وكاينه الاخوات الصفراء، فهمتوا؟ ديري لها غير 2 أورو 49. لأول مرة يا البنات كنلقى هاد الصاك هذا ديال البطاطا هنايا في ليدل البنات، فيه 3.5 كيلو الأخوات ديال الفخيت الأخوات. هذا اللي عنده ليسباس في كونجيلاتور، كديري اختي في الكونجيلاتور ديالك، بغيتي ديري فريت، بغيتي طيبي هكا دجاج بالفريت، بغيتي ديري فريت لوليداتك، بغيتي عرفتي شي حاجة زوينة زوينة اللي كينفع البنات. راه فيه 3.5 كيلو، أول مرة كنلقى هاد الشاسي عرفتي راه كبيرة ما شاء الله، ديري لها 4.59 أورو. هادي اختي راه ديرها في الكونجيلاتور ديالك وتهنا يا البنات. راه فيها دوبل اكس ال، ديما فاش كتكون دوبل اكس ال كتكون شي حاجه غراتوي، يعني هاد نص كيلو 100% غادي يكون غراتوي الاخوات. فيها 3.5 كيلو البنات 4.59 أورو. نبارطاجي معكم واحد الحاجه واعره 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 يا البنات، عن تجربه، انا عن تجربه شخصيه الاخوات. انا غنخلي لكم الميساج ديال الاخت، قالت لي واحد الاخت متتبعه ديالي رسلت لي ميساج، قالت لي بشرى عارفه كيسير الليدر وبارطاجي مع البنات هاد لي زيبيس هادو، قالت لي بشرى كنديرهم في القهوه، قالت لي ما كنسخاش بالقهوه. ولكن البنات عرفتوا شنو، انا غنخلي لكم الميساج باش تشوفوا اخواتي بعينيكم، راه ما كنكذبش عليكم البنات. هذا كيجي اختي شوف باش مصايب، هادو عباره على واحد 4 ديال لي زيبيس، مناش مكونين من القرفه، مكونين من سكينجبير، وفيهم اختي الكوزه، وفيهم اختي القرنفل، يعني هادو 4 ديال لي زيبيس اختي كديريهم في القهوه البنات. بغيتي تعطري القهوه ديالك، تفكر اختي القهوه ديال ميمتك، القهوه اختي ديال جداك، بالحق اللي عشاق البنات القهوه المعطره، القهوه اختي ديال البلاد. انا اختي راه امي الله يخليها لي والله يخلي لكم ميماتكم كاملين، واللي مات الله ولا برحمه الله كتعطر اختي القهوه. راه الا كنت كطيب في القهوه راه انت اختي باقا ما حليتيش الباب، باقا في الزنقه وكتشمي اختي الريحه زوينه زوينه البنات. اللي عشاق القهوه المعطره خذي لي اختي غير هذه وخلطيها لي اختي مع القهوه، ديري لي اختي قهوه تجيك اختي بحال القهوه ديال البلاد. الثمن ديالها هي قالت لي 99 سنتيم، ولكن الثمن ديالها ماشي 99 سنتيم، الثمن ديالها 90 أورو البنات. هاي الاخوات حيت هذه راه ديال لامارك، ماركه زوينه 90 أورو الاخوات، ولكن ما نكذبش عليكم فلوسها حلال. اللي باقي ما خدا الشوكولا الوليدات وعرفتي البنات، راه ليدل داير الشوكولا كله يا البنات، ديروا له انغو. انا ديما كناخذهم هادو، كيجيو بحال الشكل ديال كلاص، بحال كيجي كلاص ديال الشوكولا، كيعجبوا الوليدات. البنات ديري لكلشي انغو هاد، ولكن هادو ماشي حلال البنات، حتى هما دير لهم انغو. هاد الموديلات غير 50 سنتيم البنات، هادو 50 سنتيم البنات، شتو 50 سنتيم البنات. ها نتوما حاطين لكم هاد الموديلات، هادو دير لهم انغو، هاد الموديلات حتى هما انغو. البنات ديري اللي كيداسهم في الشوكولا الاخوات انغو البنات، هاد الموديلات كلهم اورو اورو. بزاف ديال الموديلات دايرين، حتى هاد قنيه اختي، هاد الارنب هادي راه ديري لها، كتجي عامره بالحلوى البنات. ها هي اختي شتي، ديري ليها انغو، راه ما شاء الله كاينين بزاف البنات ديال لي بروموسيون في الشوكولا انغو.
الناس باش كيعجبني هذا ليدل ديال لاغبغيل، الاخوات كتبقى فيه السلعه. يعني انا كنت مشيت ليدلات الاخرين البنات، عرفتي هاد لاغام هادي ما بقاتش الاخوات، عرفتي ليدل ديال لوزان فين صورت لكم هاد لاغام ما بقاتش. هاد الزيوت هادو طاروا يا البنات، هادو ديال لوكور، هادو كترشي بهم لوكور ديالك. ولكن باش كيعجبني البنات ليدل ديال لاغبغيل كنلقى فيها البنات يعني اي حاجه كتلقاها اختي بكونتيتي كثيره، بحال هاد لاغام هادي اللي ناتور 100% هاي اختي 99% شي حاجه واعره. كاين هاد اختي قماش ديال الوجه، قماش البنات، وهذا اختي ماسك كديريه للوجه ديالك، وهذا اختي كيجي كتحيدي به الماكياج البنات، هذا كتحيدي به الماكياج، وهذا اختي ديال التدواش، وهذا البنات كريم ديال 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 اليدين. هادو كلهم البنات ناتور طبيعيين، وديري لهم اختي غير اورو 95، اورو 95، وديري لك اختي الا خديتي اربعه ديال لي بياس، واحد جوج ثلاثه اربعه، يعني كيبقى لك واحد غراتوي، فهمتوا البنات؟ 4 واحد اوفر، وكتبقى لك اختي لاغام كلها ب 8.76 اورو. يعني تقدري اختي تاخذي هاد لاغام هادي ديريها في واحد الشاصيه ياك، وتعطيها كادو اللي عزيز عليك، وديرو حتى كادويات البنات للبلاد، فهمتوا؟ يعني تمشي هكا يعني اختك عمتك فهمتوا، يعني هكا شريتي ليها كسيوه ولا شريتي ليها شي حاجه ولا، وتعطيها هاد لاغام هادي هكا في واحد الزويك اللي لاغام زوينه، وتعطيها بتحميره الوجه، وغطلع لك كامله، غطلع لك كامله ب 8.76 اورو. بنات الشوكولا ترخيص، البلاد اختي راه اختي غمض عينيك اختي حلها، ها الصيف اختي جا، احنا راه اختي بدينا كندخلوا في الصيف البنات. الشوكولا ديري له سوغ لو دوزيام 50%، الشوكولا البنات للبلاد للحباب، هانتوما الاخوات راه غادي يبقى لكم غير اورو 24. قولي يا بوش راه ستك بديتي كتستريسي فينا على حساب الكادويات، قولي بعدا فينا هو الحولي. الاخوات راه ديري له ناقص 50% سوغ لو دوزيام، الاول كتاخذي بجوج الاورو 49، كيجي زوين هاد الشوكولا هذا، جوج الاورو 49، والثاني كيبقى لكم غير اورو 24. قلت لكم البنات هاد الزيت هادي راه ديري لها 25% اوفر البنات، ديري لها اوفر سبيسيال. هادي البنات كتجي واحد الميلونج ما بين الزيت البلديه والزيت الروميه، هادي زوينه يا البنات هكا في الطياب، راه هادي ماشي زيت بلديه البنات، هادي راه كتجي ميلونج يا الاخوات، يعني فيها ايترو 25 غير اوفر البنات، فهمتوا؟ غير اوفر، هي ايترو اللي كتخلصي كيجي ميلونج اختي ما بين الزيت البلديه والزيت الروميه الاخوات، زوينه زوينه في الطياب هادي يا البنات، هادي راه كيجيبوها مره هنا في ليدل وكطار ما شاء الله. ديري لها اختي 4.99 اورو اوفر سبيسيال. البنات عجبوني هاد الكسرونات هادو اللي لقيتهم حاطه لكم اختي هنايا في ليدل، شوفوا البنات كتجي زوينه، كيعجبني هاد القياس هذا البنات. هذا كديري فيه هكا دي صوص، تبغي تصايبي صوص بيشاميل، تبغي تصايبي صوص طومات، تبغي اي حاجه تسلقي البيض، سبحان الله، يعني اي حاجه اختي بغيتي ديريها القياس ديالها ما كيجيش كبير، وكتنفع البنات، زوينه زوينه وعمليه. يعني جيبي لكم الكسرونه والمقيله يا البنات، زوينه هادي اختي، ديري فيها بغرير، ديري فيها اختي هكا اومليت، ديري فيها يعني زوينه، كتجي اختي ميني بقله وميني كسرونه يا اختي. شوفوا يا البنات دير لهم 5.99 اورو، وكتبقى اختي لا مخ ديال اغنيستا. ليدلات كلهم يا البنات كيكونوا حاطين هذا الباني هذا اللي ديما البنات فين ما جيت انا اختي كندير فيه شي دوره، لان ديما كتلقيه ميزات واعرين. شوفوا يا البنات هاد التريكويت هادو دير لهم غير انه دابا هادو البنات ما عقلتش انا شحال كانوا دايرين، لا عقلت وكنت بارطاجيتهم معكم البنات، مشينا فوق 99، دابا هما بغاو اللي كيديوهم داروا لهم جوج الاورو البنات، لان ماشي هو الثمن ديالهم جوج الاورو، يعني غير باش اللي كيديوهم، ومن ديك جوج الاورو داروا ناقص 30%، يعني غيبقى لك هاد التريكو هذا اختي غير باورو 40، كيبقى ديال لا مارك على مزويناتو 1.40 البنات، 1.40. عجبوني حتى هاد البيجامات هادو ديال البنيتات اللي دار لهم غير 3.48 اورو، كتجي على هاد الشكل هذا 3 اورو يا البنات 48، كتبقى اختي لا مارك ديال ديزني ديال ميمي البنات. عرفتي دايرين ما شاء الله هاد الكاتمات عجبوني البنات، كانوا جابوهم لا غيفاج ديال شي كان جوغ بحال هكا نافوغو 9 سنتيم البنات، ديري لها ناقص 30%، لقيتهم حاطين كيطماط، حاطين عرفتي ما شاء الله. شوفوا يا البنات هذه ما عرفتش تبقى لكم ما عقلتش البنات بشحال، بحراقية الكرتونه ديالها حتى هي ناقص 30%، ليغينغ البنات اللي كانوا لاغيفاج ماشي بزاف، هذا باش جابوهم الاخوات ناقص 30%، عرفتي دايرين واحد التخفيضات الاخوات ديال الهبل، والناس راه ما شاء الله ما كاين غير هز هز، كتلقاوه ميزات واعرين البنات. لي شوسيت اللي كنبارطاجيهم معاكم في ليدلات كلهم، اي ليدل مشيت ليه كنلقاهم دير له جوج الاورو البنات، هادو كيبقاو موديلات ديال ديزني ديال الوليدات البنات، ها هما جوج الاورو محطوطين منهم كونتيتي كثيره يا الاخوات.
الجزر ديالي. كنتمنى هذه الجوله تنال الاعجاب ديالكم. يا احلى اخوات، بغيت غير نبارطاجي معكم البنات الكلوس. ها هو الاخوات اللي خديت دابا، خديت هذا اللون هذا، هذا كيجي البنات شويه فونسي عليه، هذا كيجي غوز بابي هذا البنات، هذا واعر هذا، ما لقيتوش البنات حرشي طار والله يسطر، ولكن خديت هذا اللون بما انه عجبني. غير بغيت نقول لكم البنات بالنسبه للابليكاسيون، يعني واخا كدوزيها مره حيت انا ما بقاش خرج عندي في الابليكاسيون، قلت غنخلصو ب 12 اورو البنات والله. لا واخا يعني دوزي خدي واحد جوج ثلاثه، واخا ما طالع لك شخصي في الابليكاسيون غادي تخلصي غير 8 اورو، ولكن ضروري دوزي الكود اختي ديالك، ضروري اختي دوزي التليفون ديالك باش ما تخلصيش 12 اورو، باش ما يمشوش لك الفلوس ديالك، فهمتوا البنات؟ اتونسيون اتونسيون، راه واحد الاخت نسات وعرفتي راه خلصاتو ب 12 اورو يا البنات، عندكم البنات يمشيو لك فلوسكم، ضروري اختي دوزي لابليكاسيون ديالك باش كيبقى لك غير ب 8 اورو، انا خديت اللوينات بجوج، وإلا مشيت لليد الاخر ولقيت هذا غادي ناخذ منه، والله يا البنات هي شي حاجة خطيرة خطيرة. الوزونة ديالي كنتمنى هذه الجولة تنال الإعجاب ديالكم، ما تبخلوش على خصكم بشرى في الجيم والبارطاج، كنبغيكم يا أحلى أخوات.